بهذا المنزل الصغير المتواجد بجماعة تداس التابعة لإقليم الخميسات، تقطن مريم البالغة من العمر 17 سنة. هذه الفتاة القاصرة من ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما صرحت به تعرضت للاغتصاب والتعذيب من لدن أحد الجيران الذي اغتنم فرصة غياب الأبوين عن المنزل للاعتداء عليها. طاحت على راسها في اللي كانت صغيرة، طايحة على راسها ومشى لي الشوف، ما بقاش تشوف، ودرت لي العملية على عينيها بجوج، داروا لي العملية ولات تشوف بنادم اللي قريب لي هذا تشوفه عادية، وما زعما تنقودوها ما تنجروها تتمشي معايا عادية وتجي معايا وتغسل المواعن وتشقى وكل شيء. ولاني دابا بالنسبة من اللي وقع لي هذا المشكل ولا فيها مرض نفسي يعني، ولا ما تتغسل حتى حاجة، والبنية تنخليها ما توصلت حتى واحد. وذاك النهار مشينا نخدمو أنا والولد في العدس تنتفو وحنا ولاد الجيران وعيالات وكل شيء، مشينا نتفنا العدس، جينا غدا تعاود لي البنية صدام بياك يا وصدام كرفصان. ضربني قال لي كده تجي دخلك، ودير لي هي خطاش بني، دير لي هك هك هي شاكون حدانا. الأسرة تستعين بالابتسامة لمواجهة حقيقة ما وقع لمريم. حينما اكتشفت الأمر قدمت شكاية تتهم فيها أحد الجيران بالاغتصاب، وقد تم اعتقاله والحكم عليه بتسعة أشهر حبسا نافذا. السيد اغتصب بنتي في الدار ديالي ودوز 19 ديال الحبس، والبنت معاقة عندها الوريقات ديالها، ودابا بنتي ضايعة ما عطاوها لا تعويضات لا والو. الأم لا زالت تواصل معركة إنصاف ابنتها التي كانت ضحية اغتصاب شنيع خلف آثارا سلبية على نفسيتها، تائهة بين وثائق وشهادات طبية لا حصر لها، في انتظار ما سيرفع الحيف عن ابنتها وعن غيرها من ضحايا الاغتصاب.